ان البشر نفسهم هم اللي خلوا الطبيعة تعمل كده. ده تأثير الاستخدام السيء للطبيعة أو للطاقة أو التصرف الجائر مع البيئة. التصرف الجائر مع البيئة، ليه بقى؟ هقول لحضرتك على حاجة بسيطة، أنت مثلا بتيجي تتكلمي بتقولي لي طيب يعني الارتفاع منسوب المية ده شيء طبيعي، أقول لك أه ما هو طبيعي، بس ليه بقى؟ هقول لك لأن حضرتك الوقود الأحفوري اللي الناس بتستخدمه طبعا في السيارات وفي المصانع وإلى آخره بيعمل حاجة اسمها احتباس حراري. الاحتباس الحراري ده بيأثر على القطبين الشمالي والجنوبي طبعا والأنهار الجليدية اللي عندي، فبتبدأ الأنهار الجليدية تنصهر فبيبدأ يحصل ارتفاع لمنسوب نهر المنسوب المية فبيبدأ يغرق المدن الساحلية سواء بقى عليها آثار سواء عليها مواقع أثرية أو إلى آخره. أهم المدن أو أهم المواقع الأثرية من وجهة نظر حضرتك بالدراسة طبعا المهددة سواء كان بالغرق أو المهددة بتأثر جائر للمناخ. حضرتك احنا من سنتين أو ثلاثة حصل عملية ترميم لقلعة قايتباي في اسكندرية، لأن حضرتك ارتفاع منسوب نهر ارتفاع منسوب المية ارتفاع منسوب البحر بدأ يوقع طبعا مع طبعا الأملاح بتاعة البحر وخلافه بدأ يوقع بلوكات من القلعة فتم ترميمها وبدأ يتعمل مصدات للقلعة من بره عشان خاطر يعني تحمي القلعة من الكلام ده، وبدأ يتعمل لها عملية ترميم على أعلى مستوى، ويمكن مؤخرا تم افتتاح فيها حاجة جميلة جدا اللي هو الصوت والضوء، ويمكن دي من الحاجات الحاجات الخاصة بالآثار الإسلامية. يمكن احنا عارفين الصوت والضوء عندنا في الأهرامات وهناك في المعابد المصرية في الأقصر، لكن ان انت يتعمل أثر إسلامي يتعمل فيه موضوع الصوت والضوء فدي كانت حاجة كويسة جدا. فطبعا الدولة المصرية تحملت على عاتقها ان هي تحمي القلعة، ويمكن اسكندرية كلها دلوقتي بناء على التوصيات اللي اتعملت في مؤتمر المناخ اللي اتعمل في مصر دلوقتي اسكندرية كلها بتعمل مصدات للبحر، لان احنا زي ما حضرتك قلتي ان قالك في خلال الخمسين عام القادمة ستغرق الاسكندرية. فانا كدولة مصرية انا بلعب من دلوقتي ان انا احافظ على المدن اللي عندي من خلال بقى ان انا ببدأ اشوف ايه اللي جديد ايه اللي يتعمل ايه اللي ممكن يحصل وهكذا. بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان البشر نفسهم هم السبب في كل حاجه دلوقتي. احنا بنحاول طبعا ولكن هو الموضوع اصلا ملوش علاقه بالبشر المحيطين. ده انا ما بتكلمش، لا انا ما قلتش مؤسسه كبيره عالميه يا دكتوره، يعني انا ما قلتش احنا كبشر، انا ما قلتش على مصريين، انا بتكلم على البشر بصفه عامه اللي على كوكب الارض. الصين نفسها شوفي كميه المصانع قد ايه، شوفي الوقود اللي هم بيحرقوه قد ايه، شوفي الاحتباس الحراري اللي بيطلع قد ايه، شوفي قطع الغابات اللي بتحصل وتاثيرها. ما كل ده مش بيأثر الناس في اعتقادها ان هو، احنا طبعا كل الناس عارفه ان هو بيأثر على صحه الانسان. طيب عشان خاطر مثلا والتغيرات المناخيه اما يبقى مثلا النهارده الجو هي كلها حلقه لا تفرق. نروح تاني للمواقع الاخرى، يعني حضرتك ذكرت الاسكندريه